لا مش معجبانيش، لا هو قال جملة عجبتني، اللي هي قال لك يا جماعة ما ينفعش كل شوية نغير المنتخب كله مرة واحدة، اوكي يعني كل شوية تلقى معاك مجموعة جديدة، يعني المفروض انت يبقى في عناصر ثابتة في المنتخب، صح. ومسألة التجديد مش مسألة يعني كلية، اصل في ناس إضافة زعلت وكده. عناصر، إضافة. أنا ما يبدو إن هو بيعاني، هو مش قادر يتكلم على فكرة، أنا ما يبدو يعني مش قادر إيه بيعاني مع المنتخب آه تقصد؟ بيعاني مع المنتخب طبعا، ما هو واضح، بس إيه في علامات استفهام. أنت إحنا دلوقتي مش قادر نتكلم غير بعد لما نشوف المشوار المنتخب، وطلعنا الكورة مش مضمونة، ويعني الكورة لها منطقها غريب، تفاجئك بحاجات زي غينيا بيساو، غينيا الاستوائية النهاردة، سوري، غينيا الاستوائية يعني اجتهدت وتعبوا في طبعا الملعب فكسبوا انا بكلمك اهو. بطل افريقيا. وغينيا بيساو ما لعبت قدامك ماتش هو غينيا يعني بيساو هو محمد صلاح لا شك انه واجهة للكرة المصرية، طبعا. ويعني النهارده انا كنت اتوقع انه العالم او الفيفا او كل المتابعين يكونوا منصفين بالنسبه له، لكن على ما يبدو الانصاف مش موجود دلوقتي، الانصاف بتحكمه حاجات وامور اخرى افريقيا يعني. تحديدا، لانه لا كلام موسيماني كده دلوقتي، ان صحيح يعني لما بيتسال موسيماني او نيويورك تايمز كانت عامله النهارده او امبارح تقرير، امبارح تقرير عن يعني الفيفا مش شايف الموسيماني مثلا ان هو في 8 شهور ومش موجود في الشورت مش ليست. شايف افريقيا، مش شايف موسيماني، نعم يا فندم، مش شايف مش شايف افريقيا، افريقيا، شايف يعني مش شايف يعني انا افريقيا. خليني اتكلم في اللي طب هم قالوه. لا بخليك في تصريحات جورج وايا لما قالها على بعد موضوع صلاح واللي حصل في الكره الذهبيه برضه جورج في وايا البالون دور، قال تصريحات مرعبه عن العنصريه وعن التعامل وعن القسوه وعن لما هو خد الجائزه اتعامل معاه ايه وكان التصرف ايه. لا معروف على ما يبدو ان كره القدم هي اوروبا، فخلاص هي في اوروبا، حتى اللي بياخدوا الجوائز حتى لازم، حتى لو افريقي او امريكي او امريكي من امريكا اللاتينيه، لازم يعدي الاول من خلال اوروبا، لو ما عملش كده مش هياخد حاجه. ما دي مشكله برضو، يعني لابد ان يكون هناك شيء من العداله شويه في لا المناقشه. العداله دي قصه تانية دي، بعدين قصه تانية يعني ادي يعني عايز نبقى لها نشوفها لما نقعد بعدين بقى على الدائره المستديره ان نبقى شاء بص يا الله كابتن اسلام، على الترابيزه انت الكبيره. ككرة قدم مصرية يا تقف بعد كأس الأمم وتراجع حساباتك كأس العالم اللي هو كأس الأمم، من بعد كأس الأمم وبعد كأس العالم، بعد يعني كأس يعني بعد وصول شهر كأس ثلاثة العالم إن شاء الله، يعني لازم وقفة. بمعنى بأمانة شديدة إحنا حطينا نفسنا في حتة لا إحنا لسه ما وصلناهاش، يعني إحنا عمالين برامجنا كلها والتوك شو كله الموجود بيقول كلام اوفر جدا في مستوى للعيبه، لا اللعيبه المفروض تبقى نازله على الارض كده، خلينا واقعيين. انت شفت مستواك، احنا كنا يا سلام لو كانت نيجيريا جت معانا فهتيجي معانا في القرعه بتاعه المباراه الفاصل. نيجيريا مين؟ نيجيريا مين يا جماعه؟ ما انت شفت بنفسك نيجيريا يا جماعه من غير يعني من غير الثلاثه مهمين، من غير ثلاثه على مهمين الاقل فيهم وحوش ثلاثه، السته دول لسه فيهم يعني ثلاثه مهمين. زلك. لسه لا انت شفت الصحه وشفت القوه وشفت التناسق العضلي وجسدي، شفت اللعيبه، شفت الخفه، شفت الانطلاق، يعني عاوز اقول لك ايه، احنا ليه رايحين كده يعني مالنا كده في ايه يعني؟ لو رايحين كده كان بيلعب من غير نفس. هي الناس عاوز اقول لك ايه، يعني عاوزك تشوفك يا عم العب واخسر مش مشكلتي، يعني عاوزك بس العب.